بسم الله الرحمن الرحيم. عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له اليوم في العاصمة الإيطالية روما مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسو. وأشاد الغانم عقب المباحثات بالنقاش الإيجابي والمثمر الذي تم بين وفد مجلس الأمة والجانب الإيطالي، والذي تركز على علاقات التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني وبحث أهم الملفات الإقليمية والدولية. ومن جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسو أن لقاءه برئيس مجلس الأمة والوفد المرافق مثل فرصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون التي تربط البلدين، وأضاف أنه بالنظر للنمو والتطور الكبير الذي تعرفه الكويت، فقد أكد في اللقاء على جذب مزيد من الاستثمارات الكويتية إضافة إلى استثماراتها المهمة الحالية التي تقوم بها الكويت في إيطاليا. وحضر المباحثات الأعضاء فيصل فهد الشايع ومبارك سالم الحريص والدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة وفيصل سعود الدويسان وماجد موسى المطيري والدكتور محمد هادي الحويلة وعبد الله مرزوق العدواني. كما اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد المرافق له إلى رئيسة مجلس النواب الإيطالي لورا بولدريني، ووجه دعوة رسمية لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت في وقت لاحق. وأكد الغانم عقب الاجتماع متانة العلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت وجمهورية إيطاليا، مشيرا إلى أن الوفد البرلماني الكويتي بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتشكيل لجان الصداقة بين البلدين. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، حث الغانم السلطة الإيطالية على ضرورة اتخاذ خطوات مماثلة للسويد والاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية إدانة الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الفلسطينيين والتي أودت بحياة آلاف الأبرياء، موضحا أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الاعتداءات المتكررة استغلتها الجماعات الإرهابية المتطرفة فاستقطاب الشباب المغرر بهم. وحضر الاجتماع الأعضاء فيصل الشايع والدكتور يوسف الزلزلة وماجد موسى المطيري وفيصل الدويسان والدكتور محمد الحويلة وعبد الله العدواني ومبارك الحريص وسفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا الشيخ علي الجابر الخالد الصباح.
أشكر دولة الرئيس غراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي على حسن الاستقبال وعلى الحفاوة التي وجدناها هنا، وأكد نعتقد في لقاء مثمر على العديد من النقاط المهمة، منها ما يتعلق بالعلاقات الكويتية الإيطالية على الصعيد البرلماني، وخاصة بأن اللقاءات البرلمانية لا تخضع للقيود التي قد تكون موجودة في اللقاءات الحكومية، وبالتالي الحديث كان جدا صريح جدا شفاف، وأيضا استعرضنا الأوضاع في المنطقة وما تعانيه المنطقة من مشاكل في الوقت الحالي، لا تمتد أو لا يمتد أثرها إلى دول المنطقة فقط إلى كل دول العالم، وأعتقد بأن إيطاليا سيكون لها دور كبير، وكانت وجهات النظر شبه متطابقة بيننا وبين الجانب الإيطالي. وأيضا ناقشنا ما يتعلق في الشنغن وإيطاليا كونها هي التي تحمل هذا الملف، وإن شاء الله بتفاعل كبير أوضح الجانب الإيطالي بأن هذا الأمر سيتم الانتهاء منه إن شاء الله في أسرع وقت ممكن.